السلام عليكم ورحمة الله. كل واحد مننا بيتعرض في حياته لمجموعة من الابتلاءات، في نفسه، في ماله، في أهله، في شغله، لكن من رحمة ربنا بينا إن دايما الابتلاء يكون على قدر الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. طبيعي جدا إن احنا نزعل من أي ابتلاء، لكن لما نقارن الابتلاء اللي احنا فيه بالابتلاء اللي تعرض ليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، هنحس ان احنا في خير ونعمة كبيرة جدا. واحنا دلوقتي هنحاول نقترب من الابتلاءات اللي تعرض ليها الصحابة في وقت عصيب جدا، ايام غزوة الاحزاب او غزوة الخندق. كلنا طبعا بنشقى ونتعب في الشغل، لكن عمرك تخيلت ان شغلك يكون حفر خندق طويل وعميق في ارض صلبة صخرية بفأس أو معول طول النهار وحتى الليل، وأحيانا من جوع، لكن عمرك تخيلت إنك تجوع لدرجة أنك لا تجد كسرة من الخبز أو بعض التمرات، ومن شدة الجوع تضع حجر على بطنك؟ وأحيانا ممكن نخاف، لكن عمرك تعرضت للخوف الشديد من عدو يتربص بك من الأمام، وعدو آخر يتربص بك من الخلف، ومجموعة من المنافقين ينسحبون من الصفوف يوهنون العزيمة ويبثون السموم؟ طب عمرك تخيلت إنك تنام في عز البرد، مش لليلة واحدة، لأ، لمدة 3 أسابيع في الفضاء لا تأمن فيها على نفسك أن تقضي حاجتك أو تغادر مكانك؟ لو وصلك الإحساس ده بصدق، هتعرف قد إيه أنت في نعمة عظيمة رغم الابتلاءات، وقد إيه إن إحنا مقصرين في شكر الله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بل ظننتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة ولم يصبكم من الابتلاء مثل الذي أصاب المؤمنين الذين مضوا من قبلكم. كلا أيها المؤمنون، لا بد من الابتلاء والامتحان، فهي سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل. وكما أن الذهب ينقى بالنار، فكذلك المؤمن ينقى بالابتلاء، فالابتلاء للمؤمن يرفع الدرجات ويكفر الخطايا والسيئات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. سأل هرقل أبا سفيان عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: هل قاتلتموه؟ فقال: نعم. فكيف كان الحرب بينكم؟ فأجاب أبو سفيان: سجالا. فقال هرقل: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون العاقبة لها. مسهم الفقر والأمراض والخوف والرعب، وزلزلوا بأنواع المخاوف زلزالا شديدا. ومن رحمة الله بعباده المؤمنين أن الابتلاءات مستهم فقط، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا استعجالا للنصر من عند الله، متى نصر الله؟ وهذا ليس ضعف في الإيمان، لكنه دعاء بالفرج والمخرج من الشدة والكرب. وهكذا يجب علينا إن ابتلينا أن نتضرع إلى الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء عاجلا غير آجل. وسرعان ما استجاب الله عز وجل إلى المؤمنين: ألا إن نصر الله قريب. فصدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. وكم من ابتلاء عظيم فرجه الله بين ليلة وضحاها بالدعاء. نسأل الله العظيم ألا يكون ابتلاؤنا في الدين، وأن يجعلنا من الصابرين. جزاكم الله خيرا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما
بهم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.